السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناة أبدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بيتكلم عن الفيسبوك كرييتور ستوديو، ومن اسمه طبعا كرييتور ستوديو، يعني زي بالظبط اليوتيوب ستوديو، اللي هو عبارة عن استوديو متكامل لرفع الفيديوهات وعمل المونتاج. الجميل النهاردة ان احنا هنلاقي الفيسبوك عمل منصة كاملة متخصصة لتحرير الفيديو، يعني انت هتتفاجئ لما تخش هتلاقي ان انت بتقدر ترفع الفيديو وتحط ديسكريبشن للفيديو زي اليوتيوب بالظبط، تقدر كمان تحط تاجز للفيديو بتاعك، وتقدر كمان تعمل سبنيل متخصصة اللي هي صورة مصغرة مخصوصة للفيديو بتاعك، بلس العديد والعديد من المزايا الجميلة. ان انت كمان لو عندك اكثر من قناة تقدر كمان تخش تغير ما بين الصفحات بتاعتك، عفوا ما بين الصفحات بتاعت الفيسبوك، وتحدد اي فيديو بكل سهولة تقدر ترفعه على الصفحة اللي انت عاوزها. نخش دلوقتي على الكمبيوتر ونشوف ايه هو الفيسبوك كرييتور ستوديو وازاي اقدر استفيد منه في رفع الفيديوهات. عشان نخش على الفيسبوك كرييتور ستوديو هنكتب facebook.com وبعدها نعمل سلاش ونكتب كرييتور ستوديو زي ما هي ظاهرة قدامكم. اول ما بيخش بيفتح لك صفحة النت الخاصة بالفيسبوك بتاعك، تمام. هنا هو زي ما انتم شايفين القائمة ديت فيها كل الصفحات اللي انت عاملها بنفس الحساب، بتختار الصفحة اللي انت عايزها، تمام، وبتعمل فيو. طيب لو انت عايز ترفع بقى الفيديو، ونبدأ ان هنا نخش في امكانيات الفيسبوك كرييتور ستوديو، تمام. هنخش ان هو على الكونتنت لايبرري، تقدر ان هو تشوف المحتوى الكامل لجميع الفيديوهات اللي انت رفعتها على القنوات، على الصفحات اللي بتاعتك على الفيسبوك، تمام. وتقدر تعمل ابلود لفيديو جديد. هنخش ان هوت اهو، ادي ابلود فيديوز، وبعدين سنجل فيديو. تقدر كمان ترفع اكثر من فيديو في نفس الوقت، هنختار دلوقتي سنجل فيديو، ونروح الكمبيوتر بتاعنا ونختار فيديو من الفيديوهات اللي احنا رفعناها على اليوتيوب. بنختار الصفحة اللي انت عايز ترفع عليها الفيديو، وهنا هوت التايتل زيها بالظبط زي اليوتيوب. هنا هو هنكتب التايتل بتاعنا، تمام، وهنا هو الديسكريبشن، اهو دلوقتي بيتم رفع الفيديو زي ما انت شايف الابلودنج بيستمر الحين. بتخش هنا هو على الفيديو ديتيلز، تمام. هنا هو الثبنيل، لو انت عندك ثبنيل نقدر نرفع الثبنيل بتاعنا. هنا لو في ترجمة تقدر تضيف كمان الترجمة بتاعتك، او تعمل ابلود لملف الترجمة، او حتى تكتب الترجمة انت بايدك. وهنا هو الرولز، لو انت هتعمل اي حاجة متعلقة بالفوتينج مثلا او التصويت على حاجة معينة. هنا هو التراكينج، يعني لو انت عايز تحط ليبل معين او ارقام مميزة معينة ليه الفيديو دوت. وطبعا هنا 360 دايركتور تولز، لو انت الفيديو بتاعك من نوع 360 درجة، تمام. بعدين هنخش على نيكست، وهيسألك بابليش ناو ولا عايزه بريمير زيه زي الفيسبوك بالظبط، او سكيدول لو انت عايز تحدد ميعاد. ان هو تحدد ميعاد لرفع الفيديو، تمام، او لو انت عايز تحطه بتاريخ قديم اهو، تقدر تختار كمان السنة. تمام، وبعدين تقدر تعمل كمان سيف درافت، لو انت عايز ما ترفعش الفيديو دلوقتي وتعمله كدرافت كمسودة، وتعمل هنا هو سيف درافت. طبعا احنا هنعمل بابليش ناو اهو. الجميل بقى ان انت كمان تقدر كمان تضيفه لبلاي ليست، لو انت عندك بلاي ليست بتتكلم حوالين مواضيع معينة تقدر تختار ان هو نوع البلاي ليست. يعني انا عندي نوع اكثر من بلاي ليست، بختار نوع البتاع او بعمل كرييت نيو بلاي ليست اهو، ونكتب ان هو عنوان البلاي ليست ديت، ولا نفترض مثلا نكتب ان هو شروحات عامة،
وتكتب هنا هو وصف للبلاي ليست، وممكن كمان تحط ثامبنيل للبلاي ليست ككل، تمام، وتعمل كرييت. اهو ادي الفيديو اللي احنا رفعناه بيتم دلوقتي عمل بروسيسنج ليه، تمام. تقدر تخش هنا وتعمل ايديت للبوست في اي وقت، تمام. طيب هنخش ونشوف التاجز. احنا ما عملناش لسه تاجز، هننزل هنا هنلاقي علامة التاجز زيها زي اليوتيوب بالظبط. هنخش هنا ونكتب التاجز اللي انت عايزها، وهكذا بتكتب هنا كل التاجز اللي انت عايزها. وزي ما قلنا هنا اقدر اختار في الثامبنيل، هنا هو بيفتح لك الجهاز لو انت عايز تختار صورة، اهو بيقول لك اد ايمج، بيفتح هنا وتختار، تختار الصورة بتاعتك من الكمبيوتر اهو. على سبيل المثال خدنا اهو الصورة، حطينا ثامبنيل للفيديو بتاعنا وبنعمل له سيف، يبقى كده اهوت انا رفعت الفيديو وحطيته جوه كمان بلاي ليست محددة جوه الصفحة بتاعتي. ده كان رؤية سريعة للفيسبوك كرييتر ستوديو. أرجو إن أنتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وبعدين معانا شرح تالي إن شاء الله حوالين كيفية الربح من الفيسبوك، وإزاي أعرف شروط الربح من الفيسبوك، وإن شاء الله نشوفها في الفيديوهات القادمة. ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.